داعش لما قتلت الأكراد قتلتنا، فقلنا الأكراد أخذوا نظرة إنه الدواعش هو عرب. هجير عرب. أريد البوابة تفتح أهلي هناك واني هنا، بل شي يتكرمون يفتحوا لنا البوابة. ما نقدر وادي من الكبار ما نقدر نروح لا هيك ولا هيك. أريد عنا أهلي بسوريا هنا بتل أبيض. إحنا إيه ولادي ظلوا قاد واني هنا. This woman is one of around a million displaced Syrian refugees now living in Turkey. Her home village was the border town of Tel Abyad, which after a year of occupation by the Islamic State was recaptured on June 15th of this year in an offensive led by Kurdish forces supported by the Free Syrian Army. Tel Abyad sits between two Kurdish-controlled areas in northern Syria and was the Islamic State's main supply route from Turkey to their capital, Raqqa, making it of huge strategic importance. The town of Açıkale sits opposite, on the Turkish side of the border, and due to the recent fighting, has seen a new wave of Syrian refugees entering the city. Upon arriving in Açıkale, Vice News visited a park where many of the refugees were now living. Bandora. Who was? I'm not going to be able to get one. It's about my job. Each. نستنى الرجعات اللي بيض وما بيرجعات. طيب ليش طلعتوا؟ طلعنا من الحرب والضرب، ما بنعرف منين جانا الضرب ما نعرف. طيب الآن شو بتنتظروا هنا؟ يعني هنا بتركيا؟ نعم. والله لسه ما نعرف. يعني إذا فتحت البواب الآن بتروح بترجعوا؟ نرجع. الوطن غالي. أنا صار لي شهرين من ناحية الحرب والطيران، من ناحية الجوع والعطش وكل شيء. الحز ابني ما حدا يرضى يفوتوا على مشفى على خستخانة يعني تركيا، معاه التهاب صدره، معاه التهاب هذا البارد برا اللي بيه ممرض سوري، يقول لي بده يعني بده مشفى يعني علاج يعني هاي شبه يعني بس أنه تما يختنق. الحمد لله والله رضاعة ما رضى والله حنك والله. ايش ده يرضع يختني؟ ما يقدر يرضع. لاجئين من الحرب. هاي أول شغلة، وكراد ما بدنا. والله يخلينا الدولة الإسلامية هي أول شغلة. يعني لا ساكن سكان تل أبيض بس أساسي من الرقة. أنت من تل أبيض؟ إيه. لا يعني لو كانت الدولة الإسلامية موجودة هناك ما أطلع؟ ما أطلع له. ليش؟ لأنه قاعد يمشون عن النظام الدولة الإسلامية. يعني لو عادت الدولة الإسلامية الآن بتعود هناك؟ إيه أكيد. ما بدنا كراد، جاي يطلعون العرب من البيوت، جاي يهجرون العالم من البيوت. يعني صفة سنة والكراد، إيش؟ حرب بين العرب والكراد. In addition to those displaced by fighting, reports have emerged that some Arab civilians did not flee the area due to the conflict, but because the PYD, the Syrian Kurdish political party, and its military wing had forced them to, once they'd driven out the Islamic State soldiers. We went to speak with Anwar Kataf, a lawyer who has been collecting information on refugees fleeing Tel Abyad and the surrounding area. كانت هناك ثلاث موجات للنزوح منذ تقدم عناصر اليابة من اتجاه الشرق باتجاه تل أبيض. أولها 6 شهر 6 حزيران كان المعدل
8000 ناجح، 8 حجيران 4000 ناجح، والنزوح الأخير كان 15 حجيران، حيث عبروا من هذا المكان من قرية اسمها العلة مقابلة الأبيض الشرقي. 15000 ناجح تقريبا. مؤسسة أو مديرية الآفات وهي إدارة الكوارث الطبيعية التابعة للحكومة التركية، رئاسة الوزراء التركية، أعداد النازحين سجلت 24000 ناجح. Anwar received a phone call from a civilian who had been driven out of his village in northern Syria by Kurdish forces. أبو الصيلم. أيوة. شلون صارت أوضاعكم بالقرية؟ والله أوضاعنا مثل ما هي. حبينا ركم عندنا إحنا وياهم ثلاث ريال. اسم هالصيلم معروف بكل سوريا. شمال الرقة شي 60 كيلومتر، 62 كيلومتر. اليبكة كمسلحين أين تدخلوا عندكم بالضبط؟ انتوا بالذات يعني ليش صار التهديم هذا عندكم؟ ما اقدر اعطيك تحديد شيء، لانه احنا مطمئنين من كل الناس تجاعد متشابكه مع بعضها، لانه احنا ما لنا دخل باي انسان. طيب ما حاولتوا تعترضون عندهم او تسالونهم او تراجعون احد قادتهم او اي شيء؟ والله القاده تواصلوا الى احد النقاط، بيجوا يقولوا لهم هاي منطقه عسكريه، تتواصل مع عسكري مجند او كذا يقول لك هذه حدود كردستان. طيب انتم ايش قد تقدير عدد سكان الضيعه قريه الاصيلم؟ اكثر من 2000، يعني شيء فوق ال 2000 شخص اكيد. وترجعون تعمرونها مره ثانيه ان شاء الله؟ والله معلش عمرناها بتعب عمر، انا هلا احكي معك عمري فوق ال 55 سنه، وقبل ابوي عمر وقبل جدي عمر، وكله راح بلحظه واحده على اساس ايش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هي القرية هي قرية الأصيلم، تبعد تقريبا 50 كيلومتر عن الاستراد، عن الحدود التركية. القرية هي تقريبا مقطوعة، يعني شبه الصحراء هم الموجودون فيها. As testimonies accusing the Kurds grew, a feeling of resentment and hostility was building in Tel Abyad's exiled community. We wanted to speak to villagers that had recently fled to find out firsthand if they had experienced any wrongdoing on the part of the Kurds. So we went to meet a Syrian family who had fled prior to the full Kurdish control of Tel Abyad and who were now splitting the rent of a building in Acakali between four families. I'm in 13 and my name is Adela. And here, how did you come from the first time? What did you do? I don't know. Why? I don't know. هذا أبو شهيد استشهد. هذا أبو الكراد. هذا أمه صير بنت أخو جوزي. شو المشكلة؟ شو السبب؟ جايين هم بيت بعيد عن جريتهم ومرابطين هناك مشان جريتهم، يقولون تما يلهبون هالكراد شيء، جابرينها بجاعدين ومن القناص ضربوا من الشباك وذبحوا البيت هذا. يعني أبو قتلوا الكراد؟ إيه قتلوا الكراد وابن بنتي. بعد ما طلعوا من الجريه الكراد معبينا الجريه قنابل عمره 9 سنين قلها طقت عليه الضربه لو اشتلت. شلون بدنا نرجع على هيش؟ ما نجرب نرجع. تهجير عربي؟ ايه هجرونا وخلونا. على جار جبنا خرجيتنا من سوريا حطينا جار بعد. ايش بدنا نسوي؟ والله لو لازم كنا نلقى عمل شغل كان اشتغلنا. اذا قعدنا شهر انا وبهنا بدنا نشحن. ما ادو انا ما قالوا اطلعوا من البيوت، صحيح حكمهم شوي قاسي. ما ادو انا راح برجع اول نسوان على شهرات هيك، بس انه طلعوا من بيوتكم وامان وعندهم دين وما لهم شيء، وعلى ما ضرينا الدوله ولا
علينا الكراب. البلد تل أبيض تل أبيضنا، تل أبيض العرب مو تل أبيض كراب. ما نريدهم، ما نريدهم يحكمونا كراب. Kurdish commanders have strenuously denied any wrongdoing. Footage purported to be of Islamic State militants rounding up refugees who are trying to flee and forcing them back to the conflict area adds further evidence to the confusing nature of the situation. But as more and more testimonies come in, verified or not, it is bound to put a strain on the relations between the diverse ethnic groups of Tel Abyad. We decided to speak to the former head of Tel Abyad Council, Akram Dada, a lawyer who had also been exiled, to get his view on the situation. أنا من أول كرماني والله أخجل عن نفسي يعني. إحنا كنا سوريين كنا حقيقي كنا بهالشكل هذا يعني. كردي عربي تركماني أو سني وعلي وشيعي يعني إيه بنحكي. أنا من أقول علي وسني والله أخجل يا أخي. أنا سوري يا أخي. دائما أصير في مصر على الثورة السورية. عندما كنا مجلس الأبيض أنا كنت تركمانيا ورئيس مجلس، فكان 40% من الإغاثة تذهب لإخواننا الأكراد. إحنا لا يوجد لدينا مع أي عرق أو دين أو كذا بسوريا خلاف. الأكراد هم مواطنينا وإخواننا. داعش لما قتلت الأكراد وقتلتنا، فأخذنا الأكراد أخذوا نظرة إنه الدواعش هم عرب. إجوا البيكك سوا، إجوا ظلموا العرب وهجروهم. هسا العرب بدي أخذ موقف إشنو؟ إنه هذول الأكراد. هي بالعكس ترى لهم أكراد ولا شيء، ولا يمتون بالأكراد بالصلة. الإرهاب له لا دين لا قومية ولا نوع. داعش قتلت بعين عرب وقتلت بتل أبيض. هيك نفس الجريمة يرتكبوها. يعني بكره هذول إذا راحوا هيك هالمهجرين رجعوا. ما لك ضيعة مدمر، إيش بدي؟ شو بدو يطلع. بدو يسأل. In the chaos of the war in northern Syria, it is difficult to ascertain the truth behind the claims of Arab civilians being expelled from their homes. But the consequences of these allegations have led to growing unrest amongst the displaced Syrians now living in Turkey, and will have a long-term effect on their choice to side with Kurdish forces or with Islamic State. Thank you.